فلا بربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا أنفسكم من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى